وقالك بعينك نظر انت نظر عيني وسماي مصادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي وقالك بعينك نظر الشتاء لك في حضن صدري دفاي نظر عيني نظر عيني نظر عيني نظر عيني. ما في غيره، مسعود هو اللي يقدر يساعدني. بس قبل لا تروحي خبريني وين رايح. وليش تريد تعرف يا سالم؟ سمعيني، اذا انت رايحه بلادك فالله معك، واذا تريد تكوني قريبه من البلد فانا عندي عنوان حمدان. حمدان؟ ومن وين تعرفه؟ عمي سليمان طلب مني اخر مره لما جاكم حمدان اني ارسل حد وراه يتبعه علشان يعرف عنوانه. وايش يبغى له يا بنت الحلال؟ خبريني، ما اريد حد يشوفني معاك. اذا السالفه كذا الله يخليك وديني عند حمدان، ما ابغى اترك البلد بدون ما اشوف والدي حي ولا ميت. سمعيني، هدود والصاير حياش، دخلي دخلي. ما علي، مستعيلة، أنا بصراحة مستحية منك. عندي شغلة بروح أخلصها ورد. حطي بالك على ماجد داخل.
ومنو ماجد؟ أنا قلت ماجد؟ أقصد خالد. يلا أنا مستعيلة وبروح. تعالي قولي لي هو ماجد لو خالد؟ أنا ما عندي شي، بروح لي الحين البيت، بس قولي لي شو اسمه؟ الله يهداك يا ام عيسى، انت كذا دائما بس لا تحكي، بعدين معلمك بعدين، الحين مو وقته، انا مستعيله، يلا مع السلامه. يا كذا ما تحكي. خالد لو ماجد، انا ايش علي؟ باخذ عباتي وبروح له. هو عاد طلع خالد ماجد درويش إلا أنت؟ شو اللي جايبك؟ أنا ما قلت لك ما بشوف رقعت وجهك هنا عند باب بيتي. بعدين سلطان توه داش، إيش تبي؟ خلصني. أدري إن شيبة سلطان توه داش، بس طولت علي، ما تمرين ولا تسألين، قلت أسأل أنا بروحي. أنت ينيت ولا شلون؟ وبعدين أسأل عن مين؟ سعادة أنا أحب أقول لك إني محتاج بيزات، بتزوج، وقلت ما حد يساعدني غير ربعي. لا والله. نعم؟ إيش قلت؟ تتزوج وبيزات وربعك؟ لا انت الظاهر نسيت اني انا مثل ما اجرتك تذبح احمد اقدر اجر واحد مثلك يذبحك، وترى المقبرة ما تقول لا، جاهزة من تشيل من بدل واحد 1000، وجهنم تنتظر اشكالك. ولا عندك راي ثاني؟ مقبرة مرة واحدة؟ اي ما انتي سهلة، بس ادري قلبك ما يطاوعك ما تسوينها. ما قلت لك بو مشعل هالشيبة اللي حاط له شعرتين بويها هالذاني كل يوم داش علي الدكان ما يخليني في حالي. ها الموضوع مو زواج. زواج؟ ومن ياب طاري الزواج؟ زين اسمعني، انا بمر عليك الدكان، لكن اياني وياك الطب يم باب بيتي وتطلب بيزات، ترى لي معك تصرف ثاني انت عارف. تكفى لا تستحمقين، تصيرين مو حلوة، بعدين شوية اغراض متنغصهم لك، شكر وشاي وخوخ، كل ما صوف الخوخ طابت ريحته وتله. انسان جشع يجيب فارج، بس قلبي أبيض بافته فارج. أنا لازم أتصرف فيه، الحق حق وأنا ما طلبت إلا بحقي. بس المشكلة أنه إيش دخل ناصر بحارثة أحمد؟ أنا إيش اللي خلاني أوهق روحي معاه وخليته يراقب أحمد؟ المشكلة بس أنا ما طالبت إلا بحقي، حقي وبس. بو مشعل إيش فيك عسى ما شر؟ بشنو قاعد تفكر؟ هموم الدنيا كلها على راسي. أنت شوفي مالك خص، خلش في بيتك، ديري بالك على بيتك زين. الله يا بو مشعل
أنا الحين مالي خاص؟ ليش؟ أنا مقصرة بشيء؟ تريدني أحط بالي على بيتي وعليك؟ لا سمح الله أنا مقصرة بشيء. يا عمر طلعي عن تفكيري، طلعي عن بالي، خلي الواحد يفكر في بيته، تدرين عاد؟ خليش أنا بروح عنك أحسن. الله يا أبو مشعل، الحين أنا صرت ما عجبك، بس أنا لازم أعرف شو تفكر فيه. أكيد قاعد تفكر بخديجة وبيزات أخوك أحمد. فكر فكر يا أبو مشعل، فكر وخذ البيزات، خلينا نعيش حياتنا، خلينا نتمتع. فكر فكر يا حبيبي. الله يسلمه ويعافيه أحمد. شلون صار الحادث؟ هذا اللي صار، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. هذا هو طايح بالبيت بين الحياة والموت. عرفت اللي سوى هذا الشيء؟ هكذا بيعرفونه إلا وين بيروح. شو تطلبين مني؟ أنا حاضر أقدر أساعدك في شيء؟ أخوي مسعود، السالفة اللي أنا جاية فيها ما حد يقدر يساعدني إلا أنت، ولي سلمك بس لا تردني. عفا عليك، ما يردك إلا لسانك. عمري الغالية، أحمد وايد كلمني عنك ويقول عندك ناس ومعارف، بس قبل لا أقول لك السالفة ولي سلمك توعدني إنه يكون سر بيني وبينك. عفا عليك، أوعج سرك كبير ما يعلم فيه إلا الله. قولي. ونعم بالله. عيل اسمع السالفة. الجمعية الزراعية لمزارعي جنوب الشرقية. للطلب تواصل معنا بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جبنة أبو الولد، ما أروع طعم الشجاعة، غنية بطعم القشطة الشهية. مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن. من عبق التاريخ وروح الأصالة يأتيكم شاي كرك ليضيف المذاق إلى مساءاتكم. والآن تذوق الشاي على طريقة آيس كريم ماما بنكهة شاي كرك. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يلا يا بعد عمري، يلا قول أمه، يلا يلا قول أمه، يلا عاد يلا قول أمي أمي. قول ماما ما ما. قول بابا. أيوة بابا. ايش فيك تصيح؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ايش فيك تصيح؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. السالفه اللي قلتي لها يبي لها اشياء كثيره، وانت عارفه ايش اقصد. ايه انا فاهمتك،
بس قولي في فايدة؟ مسعود ما يقول شيء، ما في فايدة. في فايدة ومضمون بعد. مشكور وما قصرت. هذه الميزاتك. لا خلصت؟ إن شاء الله راح أكرمك وراح تكون راضي. اتفقنا. بعد كم من يوم إن شاء الله بتسمعين الأخبار السارة والطيبة. مشكور وما تقصر، بس لا تنسى السالفة هذه سر بيني وبينك. عفا عليك، السر في هذه الحجرة مضمون ومدفون بعد. خلاص أنا الحين رايحة وأنطر منك الجواب. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة يا غالية. إيه يا الزمن، صرت وحيد، أبوي راح وما جت وما جت، صرت وحدي أنا وهالنخيل. إيه اللي وصيتش على عياله يروح فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك خوفتيني؟ الحين هو اللي قاعد معاك مو انت اللي قاعده معه. شو اسوي له؟ تعبت وانا العب وياه ونمت. ما علي، روحي ارتاحي. سامحيني يا ام عيسى، تعبتك وياي. هيا هيا احمد. خير. أحمد. خير أحمد. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فيك شيء؟ كاني هني يمك. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت عندي شغلة صغيرة رحت خلصتها ورديت. كاني عندك، ماني رايحة مكان. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الحمد لله وشكر. متأكد من هالكلام؟ طبعاً يا عمي، طبعاً متأكد. سلام، أقول لك أنت متأكد جتها بعينك طالع المركب؟ أنا رحت وراها لحد الشاطئ وشفتها بعيني يا عمي. وين رايحة هذه؟ لعند من؟ مستحيل تكون رايحة عند حمدان، أصلاً ما تعرف مكانه. إلا أقول لك، شفت أحد معاه كان على الشاطئ؟ بصراحة يا عمي إيه، نعم كان معاها سالم يا عمي، وكانوا يتكلموا مع بعض. جيب لي سالم الحين من تحت الأرض. حاضر يا عمي. هذه آخر تفعالك يا سالم، والله انك ما تستاهل النعمة اصلا. انا قلت لك ما تبيع شيء يا ابو يوسف، لكنك انت الله يهدي. لا تكملي، لا تكملي يا ام يوسف، عارفك انت يا اغلى من الذهب. بس خليني اتصرف
شيء اللي من حاجة فيه، لين الله تعالى يرد لي عافيتي ورد أسافر مثل أول. خلاص سوي اللي تريده. أنا عزمت أدش هالحرب مع هالوحوش، والله بينصرني عليهم. أطلب من الله يسامحني، وأنت بعد سامحني، لأن الله يعرف إن أنا نيتي صافية. الظنين بو مشعل بشنو يفكر؟ هذا ما يبي له تفكير، ريال يبي حقه. ادري بس ايش بيسوي عشان الموضوع؟ الواحد اللي ينحس انه هو مظلوم امور وايد تصير مبرره. والله انا مو فاهم ايش يعني وايش يقصد بحقه. حقه اخذه من زمان بس الله يهداه وزوجته. انا بروح انام. أنا كل هذا ما يهمني، الرسالة وصلت. كل اللي يهمني الحين اللي براسي. اسمعني زين يا سالم، وأتمنى أني ما أعيد كلامي. جاوبني بصدق. ما فهمتك عمي. سالم، انت خبرت ام ماجد عن مكان بيت حمدان؟ لا 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 ابدا عمي، ما صار. ربطوه. ربطوني؟ عمي أنا ما سويت شيء. أنا بخليك عبرة للناس كلها لأنك خاين. اللي ما يحافظ على السر خيانة، ما كذا؟ عمي أنا ما غلط. أنا بس ما هان علي موت ماجد، موت عمي، وما هانت علي أم ماجد، وما توقعت هذا الشيء بيزعلك. ما توقعت اني ازعل. ها نزلوه، جيب الخيزران. ما تعتقد اني بزعل؟ ها انا بوريك، انا بوريك. من اليوم ورايح تشيل أغراضك وتطلع من هالمكان، ولا أقول لك أنت بتظل عندي. بس من اليوم شغلك بيكون تنظف في الزريبة علشان تتأدب مرة ثانية. ما
حمدان أنا بوريه. ماجد بوديه الدختر اللي قلت لي عنه، بس قبل لا اوديه عندي شغله صغيره بخلصها قبل. هذه آخرتك يا سالم، تنظر وقدام ربعك كيف بقابل زوجتي وإيش بيقول عني ولدي لو عرف إنه أبوه انضرب قدام الناس. فهمتك يا أبوي وفهمت كلامك وعرفت أنت ليش كنت بهاي القسوة، لأن القسوة هي تفرض الاحترام والهيبة. أنت الحين توكل، بس أبغاك تفتح عيونك طول الليل، وإذا شفت أي حركة غير عادية تجي تبلغني على طول، حتى لو تنهضني من نومي. توكل. أنا سليمان ولد أبو سليمان، ولازم هذا الناس تفهم هذا الشيء. يا ربي وين كان متخبي لنا هالشيء؟ يا ولد الحلال اتكلم، وش صاير معك؟ طيب على الأقل قل لك حاجة، ما يصير تظل كذا. وين راشد؟ أريد أكلمه. راشد نام، وبعدين ما اريد اشوفك وانت بهالحال. يا ولد الحلال اتكلم، تراني بموت عليك من القهر. ما في شيء، ما في شيء، اريد انام، يمكن النوم ينسيني اللي صار. أبو الولد، ما أروع طعم الشجاعة، غنية بطعم القشطة الشهية. مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن. البيلسان هو شغف عماني رأى النور بكل إصرار وعزيمة ليأسركم بمذاقه الرائعة. قدموها لأحبائكم ودعوها تعبر عنكم.
البيلسان، كل قطعة تحمل رسالة. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أحمد لازم يموت وبأي طريقة، بس شلون؟ أحمد الحين في بيته وما حد يقدر يوصل له. أنا أقدر أوصل له ببساطة، بس ناصر ما يقدر. حتى ناصر صار خطر علي. زين شلون أتصرف؟ سالم؟ ها؟ ما تريد تخبرني الصاير؟ ما في شيء يا بنت الناس، ما في شيء. انت ليش تزيدي علي؟ بس اليوم ما رحت للشغل، ما بعادتك يا بنت الحلال. البارحة بالليل تعرضوا لي ناس في السيح، هذه كل السالفة. سالم، هذه البلد بلدي وبلادنا أمان. إذا ما ناوي تخبرني براحتك، بس لا تستخف بعقلي. يا ريتني أقدر أتكلم وأريح نفسي من هذا الهم. Thank you.
نايم يا بغض؟ نايم؟ اسمح يا عمي، ما أدري إيش اللي خلاني أنام عمي. أنا إيش قلت لكم؟ ما قلت لكم أبا عيونكم ما تعرف النوم؟ تفهم يعني إيش ما تنام؟ فهمت؟ بارك الله في النار اللي فك صاحبه. طول عمري عايشه في القهر والعذاب. انا ما انتظرت منك هذا الكلام. يعني شنو حوالينا؟ احس ان وراها ناس حوالينا احنا مو قادرين نشوفهم عدل. نعم، انا لما اريد اتكلم اريد اتكلم بإرادتي. في اشياء الواحد ما يقدر يقولها، في اشياء ما تنقال. بس ما خبرتني هي لحد متى بتظل عندنا؟ خبر الحين يجيني ضروري. انت صار تخبى عنا اشياء كثيرة، ما من عادتك يا سالم. من اللي غرس الخنجر في الشجرة؟ ما اعرف. ما تعرف؟ خليها على الله. انت نظر عيني وسماي،
صادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي وبقالك بعينك نظر انت نظر عيني والسماي وان صادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي.